ليلى نخيلي أستاذة قسم المسرح بمعهد موسيقي التابع لجامعة الدار البيضاء. عندي أقدمية ديال 15 سنة، ما نستفد من تشي حق من حقوق الشغلية. على تصريح أحد المسؤولين اللي قال بأن الأساتذة التعليم الفني بالمعاهد الموسيقية التابعة لجامعة الدار البيضاء حسنا لهم الوضعية استنادا إلى ما يعتمد في وزارة الثقافة، في المعاهد اللي تابعة لوزارة الثقافة. بغيت نجاوبو ونقول ليه بأن أساتذة التعليم الفني لم تتم تحسين وضعيتهم، وإنما تمت فرض قرارات مجحفة في حقهم، منها توقيف شهادة العمل وتوقيف الشواهد الإدارية وتوقيف شهادة الأجرة. ثانيا تم فرض اقتطاعات غير مبررة. ثالثا تم تقليص عدد ساعات العمل بغية تقليص الأجرة. رابعا عدم الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل. نعيمة مباح أستاذة مادة الطرب الأندلسي في معهد سيدي بليوط. حنا زعما بالنسبة لهاد المسؤولين هلكونا بزاف، نقصوا لينا السوايع وتكرفصوا علينا بزاف، لا تغطية صحية لا تقاعد لا حتى شي حاجة. وتقريبا انا 30 عام دابا وانا معاه، دوزت معاهم عمري كله. انا ما عنديش شي خدمه اخرى ولا شي حاجه اخرى من غير الموسيقى، انا متفرغه. علاش ينقصوا لي السوايع يخليوا لي 40 ساعه وكتبقى لي 1200 درهم؟ اش غندير ب 1100 درهم؟ 1100 درهم اش غادي ندير بها وانا متفرغه ومستعده باش نخدم لا سيمين كلها؟ استاذ جلال عبد الكريم، استاذ ماده الموسيقى باقدميات ديال 35 سنه معهد الشارع باريز. اول حاجه هذا السيد المدير قحم الاساتذه كون ان ما كاينش عندهم تخصص. انا من هذا المنبر غنجاوب، هذا التخصص هذا هما ماشي مسؤولين عليه، يعني ملي توظفوا في اطار شواهد. اما مساله ديال ان تقول بانه هذا خصهم تكوين ولا اعاده تكوين، هذا الشيء كان خصو يكون من زمان. ملي بدا التوظيف هي راه ما كاين حتى توظيف، بعدا راه كتجي كتخدم فاكاتير. انا كنهضروا على الفئه اللي هي مظلومه اكثر، وهي الفئه ديال المتفرغ اللي ما عندها لا وظيفه قاره، لا توظيف، لا تعاقد، لا تقاعد، لا ضمان اجتماعي، لا تغطيه صحيه، لا امتيازات، وحتى الشواهد الثبوتيه ديالو كشواهد الاجره وشواهد العمل تمنعوا منها. المعهد ديال الدار البيضاء كتعرفي بانه هو اللي تخرجوا منه اكبر الفنانه اللي كاينين في المغرب، من مغنيين، مطربين، موسيقيين، اغلبهم تخرج من هذا المعهد اللي كاين في شارع باريس. جامعة الدار البيضاء ارتأت أنه تقوم بواحد الإصلاح شامل لفائدة أولا الطلبة اللي تيقراو تما، وطبعا باش دير إصلاح لفائدة الطلبة خاص ضروري إصلاح الشروط ديال الاشتغال، وهم والمعنيين بها مباشرة هما الأساتذة الموسيقيين. إذا في هذا الإطار هذا كانت واحد الإشكالية كيتعرضوا لها الأساتذة الموسيقى خلال السنوات الماضية. قبل هذه السنة الأخيرة اللي فاتت كانوا حيت كيتأدى لهم الأجور ديالهم من عند الخازين الجماعي، كنا كننتظروا كياخذ خصهم اللائحة تجينا من عند المعهد وتدوز لرئيس المقاطعة وتجي لعند الكاتب العام للجامعة وتطلع عند الرئيس وقعها وعادة تمشي عند الخازين. وكانوا بعض المرات كيتجمعوا لهم 6 شهور 5 شهور عادة كياخذوا الرواتب ديالهم. وكاين كذلك حتى المستحقات ديالهم على الساعة، القيمة اللي كياخذوا كانت مثلا 48 درهم، عندنا حنايا في بعض المستويات كتلقاي 68 درهم عند وزارة الثقافة نفس الأستاذ بنفس الحصة اللي كيأديها، يعني كان فارق. فاحنا قلنا بأنه الإصلاح يجب أن يكون إصلاحا شاملا، فيه أولا مساواة مع الأساتذة ديال وزارة الثقافة، وهذا تم التصويت عليه بالإجماع مجلس ديال جامعة الدار البيضاء. التغطية الصحية مرتبطة بماذا؟ بقانون، كاين قوانين المنظمة. هاد الناس اللي كيتسموا دي فاكاتير هادو بالنسبة للمتفرغين، هاد الشيء دابا حيت هذا أصلا من هاد المعهد من نهار كنخدم هكا ما كانوش ناس مثلا اللي عندهم اللي هما موظفين ديال الجامعة،
هادو سون دي فاكاتير ناس مؤقتين كيخدموا بهذا الشكل هذا. وبالتالي فملي تكون عنده واحد الوضعيه اللي كتسمي يسمح القانون باش دير ليه التغطيه الصحيه ودير ليه جميع الشروط اللي خاصها دير الدار غير باش ما يكونش مغالطه. ما حتى ديك الورقه ديال شهاده العامر تياخذوها بانه راه يعملوا في اطار تعاقد كذا ولا كذا مع الجماعه، ما هربانينش منها. بالعكس كان الواحد كيتخلص على 60 هو خدام 30، هذا هو اللي كيحتاج دابا. بعضهم كتلقى كيحتاج يقول حنا نقصوا لينا السوايع، لا ما خصناش ليه السوايع، هو كان كيخدم 30 كيتخلص على 60. كنقولوا له ودي راه بغيتي تخلص على 60 ما كاين حتى مشكل، ولكن غتكمل السويعات ديالك في معاهد اخرى وحنا فاتحين على هذا. لا كاين اللي مشى، كاين عديد اللي مشى وعندك دابا الحضور والدراسه بالسوايع مسجله منظمه اداريا. كاين عندنا دابا واحد تنظيم اداري محكم. كاين اللي ما كيعجبوش هذا الشيء، لانه علاش ما تيعجبوش؟ ايوا باغي يجي وقت ما بغى، ما بغيش يسني كل مره حتى لاخر الساعه لاخر الشهر يكتبوا ليه 30 ساعه ولا 60 ساعه ويخلصوا. اذا كاين اللي ما عجبوش هادشي وتعتبر هادشي استبداد. انا اعتقد انه الا كاين شي واحد عنده شي مشكل ديال الاستبداد ولا الظلم ولا الاضطهاد، راه كاين اليوم مؤسسات ديال حقوق الانسان، كاين المحكمه. دابا اليوم الحمد لله البلاد ديالنا راه كتعرف في اطار البرلمان اصلاحات قانونيه وتشريعيه مهمه في تعميم التغطيه الصحيه، وهادشي ان شاء الله جاي مع الوقت غادي يتقاد الاوضاع ديالهم ان شاء الله.